متابعينا في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس الصافي 24 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 25 إلى 15 مع تربة مثارة، تبوك 24 إلى 10 وعرعر 20 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 29 إلى 15، جدة 30 إلى 22، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 24 إلى 15 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 14، أبها 22 إلى 10، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 25 إلى 13، والإحساء 27 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 24 إلى 13، بريدة 25 إلى 12، وحائل 24 إلى 11 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.